يوسف اوباما لاعب نادي الزمالك خلاص خد القميص رقم 14 بعد رحيل ايمن حفني. 14 ده ليه قيمه كبيره جدا في نادي الزمالك، هي يعني مش قصه 14 وخدها يوسف اوباما يعني ان هي، لان 10 طبعا كان بيلبسها يوسف اوباما وشيكابالا خدها منه، لكن 14 دي ليها قيمه كبيره جدا. كابتن حسن شحاته، كابتن حازم امام، يعني 14 دي ليها اسم كبير جدا في نادي الزمالك، يعني بتعني الكابتنه في نادي الزمالك. كل التوفيق لاوباما ولكل اللي يلبس 14 والنجم الكبير حازم امام وكابتن حسن شحاته.